بناء على طلب المؤازرة الذي تقدم به رضوان عز الدين للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشأن واحد العقد ديال التسيير اللي ديال المقهى السي رضوان عز الدين اللي كيتعرض لحدود الساعة إلى واحد الاعتداءات بعد ما برم واحد العقد التسيير مع صاحب المقهى وإذا به يتفاجأ بهذا العقد هذا يعني أن المقهى اللي كراها بعقد سير يتفاجأ بوابل من الديون هذا الوابل من الديون اللي صدر عن عنه يعني إيقاف نشاط هذا المقهى هذه ومع العلم أن السي عز الدين رضواني يعني قدم واحد الضمانة ديال 25 مليون لصاحب المقهى صاحب المقهى غاب عن الأنظار حين كانت الإجراءات ديال تسوية الوضعية غاب عن الإنذار وخلى السي عز الدين رضواني يعني في واحد الحيرة من أمره يعني هو اللي سوى الوضعية ديال العديد من الديون وإذا به كذلك عز الدين كيتفاجأ بقرار ديال ماشي إيقاف وإنما قرار إغلاق يعني بالتلحيم من طرف السلطات المحلية بتراب عمالة بنمسيك يعني قاموا بالتلحيم ديال 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 المقهى الريدوات يعني الريدوات كلها دابا اصبحت متضرره من هذه الناحيه هذه وهذا التلحيم غالبا ما كيكون الا بامر من المحكمه او بحكم واذا بنا كنتفاجئوا بان باش يتم ايقاف النشاط ويبقاو على ايقاف النشاط والقفوله واذا بنا كنشوفوا التلحيم ديال الريدوات دابا الريدوات كيف ما في الصور كتبان لكم انها مثقوبه يعني الريدوات كلهم ثقبوا كلهم يعني خصهم يتبدلوا يعني من المسؤول عن هذا الشيء هذا هذه من الجهه الاولى من الجهه الثانيه ان صاحب الملك اللي يدير عقد سير ما سواش الوضعيه مع رضواني عز الدين يعني ناض دار وكاله اخرى لشخص اخر باسم اخر هذا الامر اللي يعني اعطى عاوتاني واحد الضرر كبير رضواني عز الدين يعني جا الشخص الاخر ودعاه على الكرا رغم انه هو ما مشتغلش يعني ما كيشتغلش فيها دعاه على الكرا ومشى حزوا ليه على على مبالغ ماليه مهمه يعني حزوا عليه في البنكه وبالتالي كذلك يعني من بعد يعني اصدار من السلطات المحليه بجماعه الدار البيضاء يعني خرج واحد القرار ديال استئناف النشاط يعني بعد ما يعني توصل الاخ رضواني عز الدين برقم الارسال بان سمع بانه راه توصل يعني سمع بانه راه القهوه صدر فيها استئناف النشاط كيجي كيبغي يفتح المحل ديالو باش يباشر العمل ديالو واذا به يتفاجأ كذلك الشخص اللي عنده وكاله من طرف صاحب الملك يتفاجأ مع ومع عدة أشخاص مع عدة أشخاص يعني هاجموه بالاعتداء والضرب حسب ما جاء على لسان عز الدين رضواني أنا نيت يعني في إطار المؤازرة يعني شفت مشى 20 غشت يعني ودار الفحوصات وكذا والعين ديالو راه مازال دابا يعني وهنا الدور ديال السلطات الأمنية اللي بالمنطقة خاصة دير بحث في هذا الأمر هذا ويتم تسوية الوضعية بشكل قانوني والحقوق ديال رضواني عز الدين ما خصهاش تضيع خصهم يجلسوا معاه على الطابلة إلا بغاو يسووا معاه الوضعية يجلسوا معاه ويفسخوا معاه العقد بطريقة يعني قانونية وهذيك الساعة يعني كلا الطرفين وإذا بينا دابا كنتشافوا بأن المتضرر الكبير دابا حاليا هو رضواني عز الدين يعني ما خدامش وكيطالبوه بالأداء ديال الأكرية وكيهاجموه من بعد من كيبغي يخدم هذا هو المشكل دابا هذا راه دابا كيتسمى بحال هذا يعني ارهاب يعني ارهاب يعني بشكل يعني يرهبونه يعني والسيد عنده عائله عنده اسره عنده ديون وكذلك تم الحجز ديال العدد كبير من الكراسي ومن الطابلات ديال المقهى يعني تم الحجز ديالها يعني امور يعني خطير جدا
فنحن باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكعضو المكتب التنفيذي بلغنا المكتب التنفيذي بالأمر وغادي ناخذ جميع الإجراءات باش نباشروا هاد ندرسوا الميل بشكل جيد وغادي نقوموا بالواجب إن شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.